كان لنا الشرف العظيم والفخر أن ندعو أبناء الشهداء ليكونوا هن الوردة اللي هن رح يزينوا هالمدرسة اللي هي اسمها مدرسة التأسيس، ونحن إن شاء الله حنأسسها على المحبة، نأسسها على الحوار، نأسسها على الشيء اللي يرفع البلد، يرفع بأبنائها، يطلع عنا جيد صالح يرفع من شأن هالأمة. حبينا نستضيف مدارس أبناء الشهداء لتكريمهم ونعمل هاي الفعالية المشتركة بيننا وبينهم. نسقنا لحفل فيه عدة فقرات نحن حنعملها يلي هي ترحيب الموجودين وتعريف عن المدرسة، وفي فقرات حتكون حيقدموها مدارس أبناء الشهداء وفي فقرات مشتركة بيننا وبينهم. نفتخر ومنعتز بمدرسة التأسيس اللي استدعت ودعت أبناء الشهداء للتكريم بحفل مشترك بين الطرفين بالتنسيق مع إدارة المهرجانات. الحقيقة كتير قدمت المدرسة جهود جبارة وقدمت هدايا عظيمة لأبناء الشهداء، أبناء نجومنا الساطعة في عالم الشهادة والتضحية. هاي التكريم نحن عملناه لأنه أقل الواجب نعمله نحن هذا الواجب الوطني مع اللي قدموا أرواحهم مشان الوطن ويرفعوا راية الوطن. فعالية محبة ولقاء بعنواننا هو تكريم أبناء وبنات الشهداء الأبرار، أكيد هذا أقل شيء بنقدر نعمل لهم إياه. الفكرة هي لإدارة المهرجانات والكرنفالات الدولية، هي منا شيء جديد، هي شيء من زمان كان موجود ولحد هلا بس بلشت هلا تتنشط أكثر كإدارة مهرجانات وكرنفالات. الشهداء وبابا أكيد مثلنا الأعلى ورح يضلوا هيك طول العمر. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبن بين البشر. وصيت بابا أني أحقق هدفي بهالحياة وهو دراستي أول شيء، وبحبكم أنه أدرس تمثيل وإن شاء الله بسعى لتحقيق هذا الحلم.